كان الجو عاصفا تلك الليلة، اضطرت معها تلك الطائرة إلى الهبوط لأن صاعقة ضربت إحدى محركاتها. نزل جميع الركاب من الطائرة، وكان من بينهم الطبيب الباكستاني إيشان الذي غادر ممتعضا إلى استعلامات المطار وسأل موظف الاستعلامات: أخبرني لو سمحت، متى ستقلع الطائرة القادمة؟ أعتذر يا سيدي، ولكن الطائرة القادمة ستقلع غدا. أيعقل هذا؟ أنا طبيب جراح، كان علي حضور مؤتمر طبي، ثم إن هناك مرضى بانتظاري. أقدر ذلك، ولكنني حقا لا أستطيع مساعدتك، ثم إن وجهتك لا تبعد من هنا سوى 3 ساعات بالسيارة. أسقط في يد الطبيب إيشان، فهو لا يستطيع الانتظار أكثر من ذلك، ثم استقل سيارته وغادر مسرعا قاصدا وجهته. تغير الجو وازدادت حدة العاصفة، وأصبح من العسير مواصلة القيادة، فالرؤية باتت شبه معدومة، وظل يسير لساعتين أيقن أنه قد ضل طريقه وأحس بالتعب، وتوقف عند بيت صغير، فراح ينادي فسمع صوت امرأة كبيرة تقول: تفضل كائنا من كنت، فالباب مفتوح. واستجاب الطبيب لدعوة العجوز، ثم قال لها: اعذريني يا خالة، لقد ضللت طريقي، فهل أستطيع استخدام هاتفك؟ أي هاتف يا ولدي؟ ألا ترى أين أنت؟ هنا لا كهرباء ولا هواتف، ولكن تفضل واسترح، وخذ لنفسك فنجانا ساخنا من الشاي، وهناك بعض الطعام، تناوله حتى تسترد قوتك. شكر الطبيب المرأة وأخذ يأكل بنهم شديد، ولكنه لاحظ أن الطفل الصغير النائم في حجرها لا يتحرك، بالكاد يفتح عينيه. أما المرأة العجوز فراحت تصلي وتدعو الله، وبعد أن فرغت من الصلاة قال لها الطبيب إيشان: والله لقد أخجلني كرمك ونبل أخلاقك، وعسى الله أن يستجيب لك دعواتك. فقالت العجوز: يا ولدي، أما أنت ابن سبيل أوصى بك الله، وأما دعواتي فقد أجابها الله سبحانه وتعالى كلها إلا واحدة. فقال الطبيب: وما هي تلك الدعوة؟ هذا الطفل الذي تراه حفيدي يتيم الأبوين، أصابه مرض عضال عجز عنه كل الأطباء عندنا، وقيل لي أن جراحا كبيرا قادرا على علاجه يقال له إيشان، ولكنه يعيش بعيدا من هنا، ولا طاقة لي بأخذ هذا الطفل إلى هناك، وأخشى أن يشقى هذا المسكين، فدعوت الله أن يسهل الأمر في علاجه. فبكى الطبيب إيشان ثم قال: والله إن دعاءك قد عطل الطائرات وضرب الصواعق وأمطر السماء لكي يسوقني إليك سوقا، والله ما أيقنت أنه عز وجل يسوق الأسباب هكذا لعباده المؤمنين بالدعاء. أجل يا خالة، فأنا الطبيب إيشان وسأتكفل إن شاء الله في علاجه كاملا. ولم تدري العجوز ماذا تفعل، وراحت تبكي فرحا وتحضن حفيدها، فحين تنقطع الأسباب لا يبقى إلا اللجوء إلى خالق الأرض والسماء.